السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده لو انت فعلا فعلا، انا جاي اقولك على حاجة فعلا فعلا بتفيد كتير قوي. لو انت شغال في مجال التارجت والسيتنج تارجت، واللي انت بتحط التارجت للبيع، او انت شغال مثلا محلل بيانات وعايز انك تضيف تارجت البيع مثلا على بعض الاشخاص من غير مثلا ما تعمل مثلا دراسة جدوى، او انت مثلا ما عندكش بيع مثلا اخر 3 4 منتجات مثلا، اخر مثلا 3 4 شهور مثلا من البيع بتاع الناس عشان تظبط لهم التارجت وهكذا. فتيجي لك مثلا مديرك، او يجي لك مديرك مثلا، فيجي يقول لك لو سمحت انا دلوقتي يا محمد عندي المستهدف دلوقتي او التارجت بتاعنا 4 مليون جنيه، فانا عايزك توزع لي ال 4 مليون جنيه دي على المنتجات دي، بحيث ان احنا يطلع لنا الناس كلها تاخد 4 مليون جنيه كتارجت. طب دلوقتي انا عندي مشكلة واحدة، مشكلة اللي هي ايه؟ انا عندي دلوقتي ده الجدول، الجدول ده فيه اسم المنتج وفيه عدد الوحدات اللي هي عدد كم قطعة، وده سعر البيع الوحدة او سعر الوحدة، وده الاجمالي بتاعه. المشكلة دلوقتي ان انا عايز انسب ال 4 مليون جنيه على عدد الوحدات، بحيث ان هو يطلع لي الارقام، عشان تطلع لي هنا في الاخر الرقم ده هنا 4 مليون جنيه، يعني هنا يطلع لي الرقم هنا كده، يعني نخليها كده هنا كده الرقم الاسود ده 4 مليون جنيه. طب انا دلوقتي هظبطها ازاي؟ يعني مثلا ممكن احط مثلا وليكن مثلا 50 فريزر مثلا، و 40 مثلا ما اعرفش ايه، و مثلا 100 غساله ملابس، و ما اعرفش 500 كذا، او مثلا 100 كذا مثلا، فالرقم مش عارف اظبطه. فتيجي الفكرة بتاعت سولفر بتقولك ايه؟ بتقولك ان انا لو سمحت انا عايز الرقم ده يبقى 4 مليون جنيه، فانت نسب لي او اظبط لي عدد الوحدات اللي تطلع لي في الاخر 4 مليون جنيه. فهنجيبها منين؟ هقولك دلوقتي. سولفر عشان نفعل فكرة سولفر هتلاقيها في الداتا في حاجة اسمها سولفر، فطبعا سولفر دي بنسبة كبيرة مش هتكون عندك، فعشان تجيبها هتجيبها ازاي؟ هندوس على فايل اوبشن، بعد كده على كلمة ادنز، وبعد كده اكسل ادنز دي، وندوس جو، فيطلع لك سولفر دي، تروح عامل عليه علامة صح وتدوس اوكي، تمام؟ هيطلع لك علامة سولفر. فنيجي هنا بقى سولفر ونفتحها. بيقول لي بقى ايه؟ بيقول لي ايه السيت اوبجكت؟ بقول له انا عايز الخلية دي، باجي اقف ندوس كده هنا كده، وراح قايله الخلية دي، وراح دايس هنا كده اهي، نمسحها كده اهي، ونقول له انا عايز الخلية دي كده، تمام؟ بس كده. طب بيقول لي الفاليو، ونختار فاليو اوت دي. يقول لي انت الفاليو بتاعك كام؟ اقول له الفاليو بتاعي 4 مليون جنيه. نكتب هنا 4 1 1 2 3 4 5 6 4 مليون جنيه. يقول لي بقى التشينجينج فاليو، التشينجينج فاليو دي اللي هي قيم الوحدات اللي بتتغير، فبقول له او قيم الخلايا اللي بتتغير، فهي حتى باي تشينجينج فاريبل سيلز، فبقول له الخلايا دي كده، تمام؟ الخلية دي اللي عايزها تظبط لي البيع بتاعها عشان يطلع لي في الاخر الرقم هنا في الخلية السودة دي 4 مليون جنيه. فهندوس كده سولف، فطلع لي لحد ما طلع لي فعلا 4 مليون جنيه. بس المشكلة في ايه بقى اللي قابلتنا؟ المشكلة دلوقتي ان طلع لي المنتجات بالكسور، يعني طلع لي مثلا 39 غسالة اطباق ونص، 39 ونص، فطبعا ما ينفعش. فهنروح راجعين عاملين حاجة اسمها ريتيرن تو سولفر، تمام؟ او نمسحها بقى، يعني سولف اهي خلاص، ندوس اوكي ونعيدها من اول تاني عشان بس نشوفها اهي. يعني احنا دلوقتي مشكلتنا ان هي طلعت الارقام بتاعتنا بالكسور، فنعيدها بقى من الاول بقى كده عشان نظبطها من الاول، عشان تاخد معايا يعني التعود عليها تاني. سولفر يقول لي انت عايز انهي ناتج؟ اقول له الناتج ده، الناتج ده، حط لي التارجت، اقول له التارجت 4 مليون جنيه، واقول له على الخلايا اللي عايزه تتغير او ظبطها لي، الخلايا دي اهي، دي كده، دي اللي المفروض تلعب فيها بحيث ان انت تطلع لي الارقام. بس بقى احنا هنزود عليها ايه بقى؟ نزود عليها اد، وهنقول له ايه بقى؟ هنقول له ان الخلايا دي انا عايز اخليها انت دي اللي اسمها انتجر، يعني رقم صحيح بدون كسور، مش ديسيمال ولا حاجه، اسمها انتجر. اللي بيشتغل في البرمجة هيعرف يعني ايه انتجر، او في الداتا تايب هتلاقي كلمة انتجر يعني رقم صحيح. ونروح دايسين اوكي، ونروح دايسين سولف. حتى لو تلاحظ بص عمال يعلم، هو عمال يظبط ويطلع الاحتمالات بتاعته لحد ما طلع الاحتمالات اهي.
بس كده، ونروح دايسين اوكي. طلع الاحتمالات لحد ما طلعت لي 4 مليون جنيه، 79 فريزر، 37 غساله اطباق، 39 معرفش غساله ملابس، 39 فرن، وهكذا لحد ما في الاخر طلع لي 4 مليون جنيه. سولفر دي بصراحه يا جماعه، بصراحه فعلا 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 اداه كويسه جدا، واداه فعلا فعلا مميزه. فاتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا منها، وان شاء الله تفيدكم ان شاء الله. فاتمنى كمان ما تنساش تعمل لايك وتدعمني كمان، لان والله انا فعلا بقدم محتوى كويس في الاكسل، فاتمنى حضرتك تشاركني. وشكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.